مرحب بحضراتكم مرة تانية، وزي ما وعدناكم في بداية الحلقة معانا وجبة دسمة من الحوارات واللقاءات اللي أجراها زميلتنا منى الشرقاوي وبسنتر حسيني من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني في الحقيقة جمانة منى وبسنت عملوا لنا عدد من الحوارات واللقاءات، يمكن مش عاوز أقول أهمها لأن كل لقاء هو مهم في حد ذاته مع مثقفي مصر دلوقتي، مع الكاتب الصحفي أحمد الجمال، واللي هيكلمنا عن دور المعرض في نشر الثقافة والوعي والمعرفة. تعالوا نتابع هذا اللقاء. معرض القاهرة الدولي للكتاب، تاريخ من الثقافة، تظاهرة ثقافية بتحظى بمكانة كبيرة جدا في قلوب القراء والكتاب، فرصة لتجمع الأدباء وفرصة إن الناس وإحنا كمان نستفيد من وجود كبار القامات اللي بتحضر بنفسها، سواء تشوف الكتب الجديدة أو تبقى موجودة في اللقاءات الفكرية والندوات. معانا النهاردة وبينورنا وبيشرفنا واحد من أهم الكتاب الصحفيين في العالم العربي، الأستاذ أحمد الجمال، اللي بنسعد بوجوده النهاردة معانا. أهلا بك، أهلا وسهلا. بداية فكرة التواجد في معرض الكتاب، واحنا سعداء بان حضرتك اختصتنا بهذا اللقاء، وسعداء ان حضرتك نزلت لنا بدري مخصوص علشان تيجي معرض الكتاب في الوقت البدري. وهو معرض الكتاب ده يعني الحضور فيه وتلبيه اي دعوه، وخاصه للبرنامج بتاعكم، في وجودكم ناس متميزين ومحترمين لابد من ان نلبي فورا. يعني أكيد لو جينا قلنا معرض الكتاب السنة دي في نسخته 54، وحضرتك مطلع على يعني معرض الكتاب منذ سنوات عدة، الفكرة في الشكل المختلف اللي بيقدم كل سنة في معرض الكتاب. المعرض أولا فكرة معرض الكتاب هي متصلة بدور المكتبة ودور الكتاب في حياة الأمم، ومعلوم أنه الكتب المقدسة وخاصة الإنجيل والقرآن بدأت بالإشارة للكلمة والقراءة. ففي البدء كان الكلمة وإقرأ، ولمن يعرف اللغة العربية قليلا يجد أن كلمة إقرأ هي فعل أمر وجوبي لا يقل وجوبا عن أقم الصلاة وصوم رمضان وزكي وحج. كلمة فعل إقرأ، من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يتجه للقراءة فهو منكر لما هو معلوم من الدين بالفعل الأمر الوجوب. فإذا أضفنا لذلك الأمر بالتفكر والتعقل والسير في الأرض لقراءة كتاب الله المفتوح وهو الطبيعة والكون، سنكتشف أن معرض الكتاب هو جملة مفيدة في كتاب ضخم هو كتاب الكون، وهو المدخل الحقيقي لفهم علاقات هذا الكون وهذه الأرض المسكونة، وبغيرها لن يكون هناك فهم ولا تدبر. هذا بالنسبة لمعرض الكتاب، أو بالنسبة للكلمة والكتاب. أما بالنسبة لمعرض الكتاب فهو تجميع لنتاج العقلي والوجدان في مكان واحد ليكون متاحا للبشر. هذا العام وبشعار المعرض حول الفكر والإبداع وبالشخصيات المختارة، المعلوم أن اللغة لها فروع، وفرع من الأصل هو العامية المصرية. وصلاح جاهين سيد من نظم وأطرب الوجدان والسمع والفؤاد والعقل بالعامية المصرية التي هي الوعاء الحقيقي للتراث المصري. الفلاح غنى مواله بالعامية، والأم الثكلى رددت عويلها وندبها وأنينها بالعامية المصرية، ونتأوه بالعامية المصرية ونحب بالعامية المصرية، فهي فرع من أصل هو اللغة العربية. حابين نتكلم مع حضرتك عن يمكن علاقتك بقى بمعرض الكتاب اللي يمكن بترجع ل 1970 تقريبا، علاقة حضرتك الشخصية بإيه؟ شأن أي شاب مصري أنا ذاك طبعا، مش دلوقتي يعني، عاصرت نشأة المعرض منذ 54 سنة،
وكنا نأتي أفرادا وجماعات للمعرض، وكانت الأسعار معقولة، يعني كان العملة المعتمدة طبعا انتم ملحقتوهاش هي التعريفة والقرش الساغ. وعلى فكرة الجنيه كان يتكون من 100 قرش، والقرش يتكون من 2 تعريفة، والتعريفة تبقى 5 مليم، فكان المليم برضو له قيمة. يعني في تلك الفترة كان هناك سلاسل للمعرفة، سلسلة اقرأ، سلسلة خذ المعارف من دار المعارف، سلسلة الألف كتاب الأولى والثانية وإلى آخره، سلاسل عديدة جدا من الكتب التي كانت متاحة لعامة الناس بأسعار زهيدة. ثم يأتي معرض الكتاب يتم عمل تخفيضات على هذه الكتب، فتخيلي أنه الكتاب ذي السعر الزهيد يتم التخفيض عليه أيضا مرة ثانية في معرض الكتاب. الندوات اللي كانت بتتم في كل مراحل معرض الكتاب بتفتح الباب إلى أن تكون القراءة والعلاقة بالكتاب ديالوج وليست مونولوج. المونولوج هو أنا، يبقى مونولوج أنا والكتاب، يعني أنا لوحدي والكتاب، يعني فأنا عامل مونولوج لوحدي. إنما عندما يتحول الكتاب إلى موضوع لندوة ومحاضرة وحوار، يبقى فيه إضافة وفيه إبداع وفيه فكر، وعادة لا يتم التقدم إلا بالحوار بالديالوج. الأمر الفردي لا ينتج، وأنا والكتاب في غرفة مغلقة ماشي، خير جليس في الحياة كتابه، ولكن الندوة والمعرض بتاع. أنا استمريت في العلاقة بالمعرض تقريبا طول إلا فترات الانقطاع للسفر أو لظروف أخرى ليس مجال ذكرها. إنما يلعب المعرض في حياة مثلي وجيلي وأجيال لاحقة، وإلى الآن الحمد لله يعني الناس متجهة للقراءة، يلعب دورا مهما وخطيرا وينتظر كل سنة. والمصري عادة يحب المواسم والمهرجانات، يعني يحب يستنى مولد السيد البدوي، مولد السيد إبراهيم الدسوقي، مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب، ثم مولد معرض الكتاب. والمولد مش معناه الفوضى ولا معناه الدروشة ولا معناه البله، ولكن المولد هو محصلة جمعية كبيرة جدا للوجدان المصري في الإنشاد الديني. اتفضلي. ذكريات حضرتك بقى مع المعرض، ذكريات حضرتك الخاصة بالمعرض. ذكرياتي في المعرض يعني مش كثيرة ولا 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 مثيرة، ولكنها يعني ساهمت في بعض الندوات وساهمت في بعض المحاضرات، ولكن ربما تكون يعني الذكريات الأساسية هي أن أنا بطبعي مشتبك، يعني لازم من عركة فكرية أو خناقة ذهنية، وبالتالي لا أأخذ الأمر كأنه مسلمات، ولكن أختلف وأحيانا أشتط في الخلاف وأترك الآخرين يختلفون، فتبقى فيه شوية بهارات على الحياة. المعرض جزء من ذكرياتي معاه أنه أحيانا لما كان بيبقى معايا فلوس أشتري وما أقدرش أشيل الكتب يعني، وبعدين مرة تذكرت وأنا اشتريت كمية كبيرة من الكتب ما حدث للإمام الغزالي وهو خارج من بغداد ذاهب إلى مكة، فأخذ كتبه وحملها على عدة جمال بعير، فصادفه قاطع طريق وأراد أن يسلب ما معه، فقال له لا خذ ما معي كله إلا هذه الكتب. قال له لما؟ قال له لأن فيها كل معرفتي. قال له ولكني أقول أنك لن تفلح، ما في هذه الكتب على ظهر الجمال، إن لم يكن ما في هذه الكتب داخل ذهنك فيستطيع أي أحد أن يسرق ما في الكتب، إنما لو كل ما فيها في ذهنك لما أحد استطاع أن يقطع عليك الطريق أو فتخس العبرة، إنه العبرة مش بأن الواحد يعمل مكتبة للفرجة في البيت أو للزينة، ولكن هل قرأ ما في المكتبة؟ هل استوعب ما فيها؟ هل أضاف عليه أم لا؟
طيب خليني أقول إن السنة دي الأردن هي ضيف الشرف. نعم. نقدر نقول ده يقدر يساعد إزاي في توثيق العلاقات اللي بيننا وبين الأردن وإنها تبقى أكثر يعني قوة وأكثر متانة ومزيد من التبادل، خصوصا إن الأردن عنده يعني شكل مختلف دلوقتي من التطوير وعنده شكل مختلف من التحديث مع الحفاظ على هويته الأصلية. نعم نعم. الأردن شأنه شأن بقية البلاد العربية في التواصل مع مصر وفي الاعتراف لدور مصر الثقافي والعلمي، وشهدت الجامعات المصرية والمعاهد المصرية طلابا أردنيين عديدين في مراحل طويلة منذ افتتحت الجامعة المصرية. عندما قامت مملكة شرق الأردن وبقي الأردن دولة عربية، يتسم أهل الأردن بأنهم أيضا ملتقى حضارات، يعني ملتقى في حوض يضم جزء، يعني الأردن جزء من سوريا الكبرى اللي فيها فلسطين والأردن ولبنان وسوريا السياسية الجغرافية. يعني الأردن له باع في الثقافة. لا ننسى أن الأردن شهد جزء من الحضارات القديمة ومدينة البتراء أو منطقة البتراء، والبتراء يعني الصخور. البتراء يعني يا ريتكم تكونوا زرتوها، إنما شاهد خطير على ما كان في الأردن. الأردن يمر فيه نهر الأردن الذي تعمد فيه السيد المسيح، وهو نهر مقدس في بحيرة طبرية، وعليه فإن لأهل الأردن وشعبه خلفية تاريخية حضارية ثقافية تؤهل الأردن لأن يكون فاعلا في الحياة الثقافية العربية. لو ضممنا إلى ذلك ما في الأردن من فولكلور وفروسية وشعر نبطي وشعر عربي وشعر باللهجات العشائرية، سنكتشف أن المعادلة الثقافية تكتمل في الأردن. ومن هنا فإن مشاركة الأردن في المعرض هذا العام وأن أكون ضيف الشرف هي إضافة قوية جدا تعطي للأردن حقه كرقم صحيح في الثقافة العربية الأصيلة، وأيضا تفتح الآفاق إلى أن القوة الناعمة العربية أو القوة الذكية العربية تتواصل أطرافها. يعني إذا كنا بنتكلم عن التكامل الاقتصادي، النفط، الغاز، الزراعة، الصناعة، لابد من تكامل للوجدان العربي. الوجدان العربي هو الذي يتجاوز الظروف السياسية. من الممكن نختلف سياسيا فتنقطع العلاقات، أو نختلف سياسيا فتؤثر على المناخ العام، خصوصا ان احنا عندنا المقاومات الأساسية، يعني عندنا وحدة في اللغة، عندنا نعم. تقارب شديد في العادات والتقاليد. نعم. فأعتقد ده بيكون أكتر داعم. هذا صحيح، ان احنا نقدر يبقى عندنا نوع من انواع الوحدة الثقافية. مش هقدر اقول وحدة ثقافية، لكن لا وحدة ثقافية. لماذا يعني لا نقول؟ لانه تقارب شديد جدا، لان حضرتك لو لاحظت الجغرافيا، ما هو لابد ان لمن يقرا التاريخ او حتى اللغة او الحضارة ينظر الى الخريطة. محافظة الشرقية عندنا او منطقة الجوف اللي هي الشرقية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد ثم سيناء، متصلة بفلسطين والأردن وبادية الشام وشمال الجزيرة العربية. ولذلك اللهجات يعني قلنا وقالوا وجبت لك، ويعني عندكم في البحيرة كمان، يعني ما يعني اللي عايز أقوله إنه في وحدة حقيقية، لأنه الجغرافيا غير منفصلة. فإذا تواصلت الجغرافيا وليس فيها انقطاع لا ببحر ولا بنهر ولا بجبال عالية ولا بفلوات زي الربع الخالي مثلا تقطع سبل الانتقال، تصبح الوحدة الوجدانية ووحدة اللغة ووحدة الثقافة قائمة. طب بما أننا بنتكلم عن الثقافة، هل الثقافة ممكن تقرب ما بين الشعوب؟ هو سؤال تقريري على فكرة مش استفهامي. نعم، هي الثقافة هي أساس التقريب بين الشعوب. الثقافة هي أساس الاقتراب،
ولذلك فكرة الحضارة وشجرة الحضارة والتواصل الحضاري، فإذا كنا مثلا نتقارب مع شمال المتوسط مع الدول ذات الأصول اللاتينية والإغريقية والآخرة، كيف لا نتقارب مع أهلنا وإخواتنا في الحوض الحضاري الممتد من موريتانيا أو من شواطئ الأطلسي إلى عمق آسيا. فإذا أضفت لذلك وحدة العقيدة والفقه الإسلامي والتفسير والحديث والإنشاد الديني والأخير، ثم لا نغفل شيء مهم جدا وأرجو أن يتم التركيز عليه في هذا المعرض وفي غيره من المعارض، أن المكون المسيحي في الحضارة العربية، المكون المسيحي، الأردن هو مكان التعميد، الكنيسة المصرية وبادية الشام وهذا التوحيد الذي سبق الإسلام، المسيحية العربية مهدها كان في شرق الأردن وفلسطين ومصر، وهذا مكون أرجو أن لا نغفل عنه، لأنه الغفلة عنه تمزق دور الثقافة. يعني الذين يعمدون إلى تفتيتنا لمسلم ومسيحي يعتمدون على هذا التمزق الثقافي والحضاري والتاريخي، فلا يذكرون للمسيحية العربية التي كان مهدها في الأردن وفلسطين ومصر، ينفون هذا من التاريخ وبالتالي يحدث التمزق الثقافي. ليتنا نركز أكثر على وحدة الحضارة بمكوناتها العقيدية وفي مقدماتها المسيحية العربية. معرض السنة دي بيحتفي بشخصية العام صلاح جاهين طبعا، أهمية أنه النهاردة ننشر الوعي لكتابات صلاح جاهين، بالذات أنه طبعا كان خلينا نقول موسوعة، يعني شاعر وكاتب وشامل في الحقيقة، فأهمية ده يمكن لنشر كتاباته للجيل الجديد اللي يمكن موعاش عليه. ما يسري على صلاح جاهين يسري على أمور كثيرة تتصل بمصر، يسري على تاريخ مصر الذي يجهله كثيرون، يسري كما قلت من قبل على المكون الأساسي في الأمة أو الشعب المصري والأمة العربية، المكون المسيحي والكنيسة المصرية والرهبنة والآخرة، يسري على التصوف. صلاح جاهين كان جامعة قائمة بذاتها، خفة الظل، سرعة البديهة، تعدد الموهبة، جوانب الموهبة، كما قلت حضرتك شاعر وفنان ورسام وإلى آخره، وغنى أحيانا، يعني هو غنى مع أظن سعاد حسني أو حاجة كده. صلاح جاهين يعني كيف نستطيع أنه نحن في مواجهة حالة انتقالية أو حالة سيولة ثقافية، أناشد الخبراء في مجال وسائل الاتصال الحديثة اللي هي الفيس والتويتر والواتس والكل آخره، أنهم يعني يعمدوا إلى سبل لتكريس أو للنقل ما قدمه صلاح جاهين إلى الأجيال الجديدة عبر هذه الوسائل، والتركيز عليه بالتحليل، يعني رباعيات صلاح جاهين، أغاني صلاح جاهين، دور صلاح جاهين في الصحافة، يعني لا تنسى حضرتك أنه رسم كاريكاتير واحد ولو بدون تعليق تحت منه يستطيع أن يلعب دور 100 مقال، يعني يبقى ممكن الجورنال يبقى 100 صفحة فيها محتويات، الرسمة هي اللي بتفضل فعال، ولكن رسم الكاريكاتير حتى ولو بدون تعليق يقلب الدنيا. وهذا هو دور التعبير بالرمز، صلاح جاهين وهو تكملة لجيل أفذاذ عبد السميع وصاروخان وغيره، وبعدين لحقاه بقى مجموعة ضخمة من رسامي الكاريكاتير بهجت ورؤوف واللباد، كل دول رموز مصرية استطاعت أن توظف الرمز في خدمة الثقافة وفي خدمة الحضارة وفي خدمة الوجدان الشعبي. ومن هنا فإنه الاحتفاء بصلاح جاهين وإعادة إنتاج ما
ما أنتجه صلاح جاهين وما أبدعه صلاح جاهين والإضافة عليه تعني أن احنا بنستكمل جزء أو مقوم أساسي من مقومات الشخصية المصرية والشخصية العربية. أستاذ أحمد، يعني في ختام فقرتنا لما نيجي نقول أن احنا عايزين حضرتك تدعو الناس أنها تيجي المعرض ونقول لهم، هل نقول لهم أن ما فيش إقبال كبير قوي من السن الكبير خالص؟ يعني هل نحن ندعو واحنا بندعو الشباب واحنا بندعو الاطفال لزياره معرض الكتاب، نحب نذكر اهالينا الاكبر في السن انهم ليهم مكان وليهم كتب وهيستمتعوا زي ما كانوا بيستمتعوا زمان في المعرض؟ هو عايزين نقول لهم انه لو انت كبرت في السن زعلتي كده في تسهيلات للحركه وعايز تاخد ثواب لاخرتك، تعالى معرض الكتاب. ليه؟ لانك انت بتلبي دعوه الخالق سبحانه وتعالى. في البدء كان الكلمة، لو أنت مسيحي ولو أنت مسلم اقرأ، وإذا لم تقرأ وتأتي معرض الكتاب فأنت مهمل في حق نفسك وفي حق دينك وفي حق ثقافتك. ده الجانب اللي فيه مكسب برضو، فيه يعني الكلمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كانت المثوبة في ألف لام ميم لوحدها الحرف بعشر حسنات إلى آخره، فما بالك أن تأتي إلى معرض الكتاب وتقتني كتب فيها آلاف الحروف، فبكل حرف ستقرأه ستنال ثوابا عند الله. هذا جانب. الجانب الثاني أنه لا تكتمل إنسانية الإنسان إلا بالمعرفة. يتميز الإنسان عن سائر الكائنات، عن الملائكة وعن الشياطين وعن الحيوانات، بأنه كائن يقرأ وتتراكم المعرفة في داخله فتتحول إلى معارف أخرى، وهكذا تستمر الحياة. بغير قراءة لن تستمر الحياة، ومعرض الكتاب فرصة هائلة للمجيء. بس تقدم الخدمات لكبار السن، يبقى في باب مخصص لهم ما يتزحموش، يبقى في مكان لو كرسي متحرك يطلع عليه، حد يسند الناس، يعني هو ده الموضوع. حد يديهم كتب هدية، يقول له زي ما بيدي الطفل كتاب هدية بتاع، يقول له طب يا حاج خد الكتابين دول هدية من معرض الكتاب. وفي الحقيقة المعرض طيبين. وحضرتك طيب، وكل الشكر ليك على وجودك معنا النهاردة. الكاتب أحمد الجمال بنشكرك مرة تانية. الله يخليك. على طبعا فقرة ممتعة. أنا متشكر جدا جدا جدا، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا. طيب.